إن الأرض اليوم بحاجة للغطاء النباتي أكثر من أي وقت مضى. ذلك ما جعل مملكة البحرين تخطو بعزم نحو الإسهام في تحقيق هذا الهدف من خلال الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء، والتي أطلقت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمواكبة الحركة العالمية للتشجير كجزء من عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية. وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى تغطية 27 موقعاً في مختلف محافظات المملكة، وزراعة أكثر من 50,000 شجرة وشجيرة للارتقاء بالعمل الميداني بشأن استصلاح المناطق الزراعية والتشجير، مما سيسهم في تعزيز الاتزان البيئي وتقليل التلوث وخفض درجات الحرارة وتخفيف آثار تغير المناخ وخلق بيئة صحية للجميع. لنعمل معاً لأن تدوم خضراء.